سمعت قبل كده عن ميلك شيك شوكولاتة لاكتل؟ انا اول مرة اصلا اشوف اصلا منتج ميلك شيك اصلا. فلاكتل نزلت ميلك شيك شوكولاتة، فتعالوا نجرب ونشوف طعمه عامل ازاي. مكتوب هنا ان هو يرج جيدا قبل الاستخدام، فنرجه يعني. طيب كده رجناه كويس، نفتح بقى. وعلى فكرة نصيحة، لو انت اشتريت اي حاجة من دول ولقيت ان هي مش عليها السلوفانة من بره دي او اللي هو الغطا ده يعني، رجعها ما تشيلهاش، معنى كده ان في حد فتحها قبلك. دي نصيحة انا حبيت اقولها لك يعني يا زميلي. ريحته ايس كريم شوكولاتة، دوق كده بسم الله. غريب قوي، هو طعمه ايس كريم شوكولاته قوي، ايس كريم مثلا شوكولاته اللي هو اللي بيبقى في علبه اللي ب 25 جنيه ده، او ايس كريم شوكولاته كونو. هو طعمه حلو جدا جدا، بس هو ايه يعني، في ايرور كده بيحصل انت وانت بتشربه، انت بتشرب سائل، فبيجي في مخك ان هو طعم ايس كريم. دي يعني ايه التريكه اللي بتحصل وانت بتشرب يعني. بس على فكره حلو جدا جدا، حلو ميلك شيك لاكتل بالشوكولاته يعني. لو في منتجات ميلك شيك تاني من شركات تانيه اكتبوا لي تحت في الكومنت، واحاول ادور عليها ونعمل فيديو عن منتجات ميلك شيك كلها يعني. ولو عندك اي منتج عايز نجربه اكتب لي تحت في الكومنت ونجيبه ونجربه سوا. شير بقى في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 فارو بقى. وعلى فكره هانت جدا جدا. والانستجرام بقى يا زميلي ما تنساهوش بقى، عشان بنقدم هناك عظمه جدا جدا. وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.